السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سنقوم بمراجعة موقع جديد خاص بالعملات الرقمية. هذه القناة الخاصة بنا، لا تنسوا الاشتراك فيها تدعيما لنا للمزيد إن شاء الله. المحتوى الذي نقدمه هو مراجعة هواتف والعديد من الهدايا وأيضا مراجعة مواقع ربحية. لنبدأ بمراجعة الموقع. هذا هو الموقع الخاص بنا، اسمه كلاود فوسات. هذا الموقع يدعم البيتكوين واللايتكوين والدوجكوين وأيضا الإثريوم. هذه كما ترون هنا هذه آخر السحوبات التي قام بها الأشخاص المسجلون. كما ترون هذا الشخص قام بسحب أكثر من 50 ساتوشي بالبيتكوين وأيضا الآخر باللايتكوين 0.1 والعديد من السحوبات. للتسجيل في الموقع ما عليك إلا الضغط على زر ساين أب، بعد ذلك تقوم بملء الاستمارة التي أمامك المخصصة في فول نيم، يوزر نيم، إيميل، باسورد وإعادة كلمة باسورد والضغط على I'm not robot وتقوم بعمل أجري على القوانين الخاصة بهم، بعد ذلك تسجيل. لنرى المزايا الخاصة بهذا الموقع بعد الدخول إلى الحساب الخاص به. إن كنت حقا تريد ربح أموال يجب عليك العمل يوميا في مثل هذه المواقع أخي، وعليك أيضا بالصبر. كما ترون هذا هو البالانس الخاص بي بعد التسجيل. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى السيتينج وتضع الولد الخاص بك هناك، وسيقوم بإرسال إليك إيميل للتفعيل. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الفوسات، وهنا أين يمكنك ربح المال. يمكنك اختيار بيتكوين، لايتكوين أو دوجكوين أو الإيثريوم. أيضا نحن نريد العمل على البيتكوين، تقوم بالضغط على البيتكوين وبعد ذلك كوليكت، تقوم بالضغط على I not reward وسوف يقوم بإرسال لك أموال. كما ترون 110 ساتوشي. لن تجد مثل هذه المواقع تعطيك 110 ساتوشي، ستجد كثير من المواقع تعطي فقط من 4 إلى 9 ساتوشي. هذا موقع جديد استغله في الربح. لنقوم بحساب كم يمكنك دخل من هذا الموقع أو الربح من هذا الموقع يوميا. 1200 دقيقة في اليوم، نضربها في 70 فقط ساتوشي. نقوم كل 45 دقيقة تعطيك 70,000 ساتوشي. هنا يمكنك ربح أكثر من 1866 ساتوشي في اليوم، يعني في أقل من أسبوع يمكنك ربح 5 دولار 10 دولار بدون عمل أي شيء. إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما علي إلا أن أقول لكم شكرا للمتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة للمزيد إن شاء الله.